بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرض أحداث اليوم تلفزيون السودان، هذه أبرز عناوينه. البرهان يزور مسجد بور سودان الكبير وسط ترحاب وحفاوة المصلين. ياسر العطا يشيد بدور المقاومة الشعبية الداعم للقوات المسلحة في معركة الكرامة. جولة كاميرا التلفزيون تعكس عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة أم درمان. واستمرار حملات المقاومة الشعبية المسلحة بولايات البلاد كافة. أهلا بكم. قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى مسجد بور سودان الكبير، وتناول وجبة الإفطار مع المواطنين وسط حفاوة وترحاب من المصلين، داعين الله أن ينعم على البلاد بالأمن والاستقرار والسلام. وتمأن البرهان المواطنين باقتراب ساعة النصر ودحر ميليشيا الدجل الإرهابية. لدى مخاطبته تنسيقية القوى الوطنية بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، أكد الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة الانتقالي، أكد أن الجيش السوداني الآن في أفضل حالاته وأكثر تماسكا من أي وقت مضى، ويحقق الانتصارات على ميليشيا الدجل الإرهابية. استقبلت الانتصارات المتواصلة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تنسيقية القوى الوطنية بقيادة أمينها العام محمد الحسن سري الختم الجاكومي، وكان في استقباله هواء الخرطوم وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة أمن ولاية الخرطوم وعدد من القيادات العسكرية. والتقت التنسيقية بحضور الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام وعضو مجلس السيادة، حيث قدم هواء الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تنويرا على الاوضاع بالولايه طيله الفتره الماضيه والتي تعدت فيها الميليشيا المتمرده على المواطنين وارتكبت كل الموبقات والانتهاكات. وقال ما تم خلال هذه الفتره وحد الشعب السوداني واصطف خلف قواته المسلحه. كاننا كوننا لجنه عليا للتعبئه والاستنفار وتنظيم المقاومه الشعبيه في ولايه الخرطوم. وتم الان فتح 123 معسكر، والذين تخرجوا منها المعسكرات التي تم تخريجها 11 معسكرا. هناك ما يقارب 30,000 مستنفر تم تخريجه وبمهارات عالية، وهم الآن ينتظرون التعليمات، لأن القرار قرار المقاومة الشعبية
أن تكون تحت إمرة القوات المسلحة. وأكد المتحدثون من التنسيقية بأن الشعب السوداني أصبح الآن أكثر تماسكا من أي وقت مضى، وما قامت به الميليشيا المتمردة يهدف لطمس الهوية السودانية وتفكيك الجيش الذي يقود ضدهم معركة الكرامة، مؤكدين وقفتهم معها في خندق واحد حتى يتحقق النصر. وقالوا بأن هذه الزيارة جاءت بهدف التهنئة للقوات المسلحة على انتصاراتها وتقدمها في كافة الجبهات. الفريق أول ركن ياسر العطا هي التنسيقية التي تهدف لإسناد الوطن والقوات المسلحة، وقال القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة بدقة لحصون التمرد بإسناد مدني انضم لصفوف القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية بكل منظوماتها وتصنيفاتها السياسية والدينية والجهوية وكافة قطاعات المجتمع. الفصائل الاتحاديين، فصائل الجبهة الثورية، إدارات أهلية، طرق صوفية، بعث، تحالف، عدد من القوى السياسية المدنية التي انحازت للوطن في مرحلة حرجة من تاريخه، التي انحازت للمؤسسة العسكرية السودانية في مرحلة حرجة، كان لزاما على الشعب أن يجد قواه السياسية المدنية أن تغيب وعيا وسندا ودفعا وحماسا حتى يتم انتصار المؤسسة العسكرية لانتصار شعبنا العظيم، شعبنا العريق. لكم التحية، لكم التقدير جميعكم، ولكل أعضاء ومنسوبي أحزابكم وتياراتكم وحركاتكم وكل التصنيفات حقت القوى السياسية المؤيدة للوطن الساندة للشعب السوداني. وتوعد العطا بمقاتلة الجندويد الذين يودون إنفاذ أجندتهم الذاتية التي تهدف للسيطرة على كل ما في الدولة، مؤكدا تماسك الجيش السوداني وهو الآن في أفضل حالاته ويخوض أشرس وأنبل المعارك. نعم النصر عزيز، قواتكم المسلحة، مؤسستكم العسكرية حققت انتصارات مهمة، دمرت أرتال للعدو، دمرت أو بدأت تتآكل القوة الصلبة للتمرد اللعين. ده كله نعم حدث، لكن يا أخواننا الأهم إنه هو الآن مو شيء الشعب هو ملتف حول المؤسسة العسكرية حقته أو جيشه، لا، الأهم يا أخواننا إنه الشعب الآن يقاتل. وتتواصل الزيارات من قبل القطاعات الرسمية والشعبية لولاية الخرطوم بهدف التهاني والتبريكات على الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والوقوف على الأوضاع بالولاية ولرفع الروح المعنوية. وقامت التنسيقية بزيارات لعدد من المواقع والارتكازات للوقوف على حجم الدمار والخراب الذي أحدثته الميليشيا المتمردة. التلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن، الخرطوم. برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، دشن سفير السودان بجمهورية مصر العربية السفير محمد عبد الله التوم بالقاهرة مبادرة الحقيبة الرمضانية لأسر شهداء ومصابي معركة الكرامة والأسر السودانية المتعففة بمصر. وأوضح السفير محمد عبد الله التوم أن المبادرة تشمل الرموز السودانية الموجودة بمصر بمختلف تنوعاتهم. وأعرب السيد السفير عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لرعايته الكريمة لهذه المبادرة، متمنيا النصر المؤزر للقوات المسلحة. التقت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم وفد المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة، وأكدت حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، مشيرة إلى الجهد الذي تبذله وزارة العدل في هذا الصدد. من جانبه أشاد الوفد بتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية وتسهيل مهامها. قدم السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، قدم بيان السودان أمام اجتماعات الدورة 67 للجنة المخدرات المنعقدة حاليا بفيينا،
حيث استعرض التداعيات السلبية لميليشيا الدجلو على جهود الدولة في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، مشيرا إلى الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة المخدرات، داعيا مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لمساعدة البلاد في بناء قدراتها الوطنية وإعادة تعمير ما خربه التمرد في مؤسسات الدولة ذات الصلة بقضايا المخدرات. وأكد السيد السفير الحاجة الملحة لتعزيز التعاون على كافة المستويات لمجابهة مشكلة المخدرات العالمية، داعيا إلى ضرورة زيادة المساعدات الفنية المقدمة للدول النامية. تشهد أحياء مدينة أم درمان القديمة هدوءا كبيرا بعد تحريرها من دنس التمرد بفضل جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وتسعى حكومة الولاية إلى إعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لعودة المواطنين إلى مساكنهم. نحن الآن في أم درمان القديمة، هذه الأحياء التي عاش فيها المتمردون فسادا كبيرا. نلاحظ حجم الدمار الكبير الذي لحق بكل هذه المباني السكنية من أحياء أم درمان المختلفة والنوباوي والجماير المسال مأبروف وبيت المال والحي العرب وحي العمدة والملازمين وغيرها من الأحياء المهمة في مدينة أم درمان، ولعل هذا المكان لديه ذكريات خاصة بكل من يعرفون أم درمان هذه المدينة العريقة. نلاحظ حجم الدمار الكبير وكذلك التأثير على المستوى الخدمات. هنا نلاحظ بيت الأزهري تحديدا الذي تعرض للضربات الكبيرة من خلال المواجهات العسكرية، نلاحظ الجنود هنا وهناك، صراحة حجم الدمار كبير جدا جدا بفضل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. نستطيع القول أن كل هذه الأحياء نظيفة تماما من التمرد، ولكن يبقى التحدي الكبير في عودة المواطنين من خلال عودة الخدمات المتعلقة بالكهرباء وكذلك المتعلقة بالمياه وغيرها من الخدمات المختلفة، نهب للمحال التجارية بشكل كبير جدا جدا، وهذه المناطق التي يعني نهبت وسرقت ولم يعني ليس هناك شيء تماما على مستوى نقول الحاجيات الخاصة بالمواطنين. نلاحظ يعني تناثر الأسرة وكذلك المراتب على الطريق العام من خلال الأحياء ومن خلال الشوارع الداخلية في أحياء مدينة أم درمان المختلفة. هذه الأحياء تعيش هدوء تام وتخلو تماما من التمرد. عودة المواطنين تحتاج إلى العديد من الجوانب المختلفة المتعلقة بالمسح الأمني تحديدا وخلو هذه المناطق من المتفجرات وغيرها من الجوانب المختلفة، وكذلك عودة الخدمات الخاصة بالكهرباء وكذلك المعوقات الخاصة بمخلفات الحرب المختلفة، مناشدة بأن يعني تسرع السلطات في يعني تهيئة هذه الأحياء وتهيئة هذه المنازل بشكل كبير حتى يعود المواطنون إلى هذه المنازل وتعود الحياة لهذه المدينة بشكل كبير. هذه هي الجولة الخاصة ب كاميرا تلفزيون السودان من خلال يعني الأحياء المتعلقة بأم درمان القديمة، سواء كان الجماير والنوباوي والهجرة وبروف وبيت المال والقلعة والمسالمة وحي العرب وحي العمدة وغيرها من الأحياء المختلفة إلى حي الملازمين. يعني هذه المناطق المختلفة تحتاج للعديد من الخدمات حتى يعود لها المواطن وتعمر هذه الأحياء وتعمر أم درمان بشكل عام. بمجهودات السلطات العسكرية أصبحت هذه الأحياء خالية تماما من التمرد، ليبقى التحدي الكبير في عودة الخدمات لها ومن ثم يعمرها أصحابها. منتصر الأمين دفع الله، تلفزيون السودان، أم درمان. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. هنأ عدد من أهل ثقافة والإعلام القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بالانتصار الكبير بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من أيدي العملاء والخونة من ميليشيا الدجل الإرهابية،
وعبر الإذاعي محمد الفاتح السموأل والإعلامي يوسف المغربي والشاعر الكبير عبد الله النجيب عبروا عن فرحتهم بالانتصارات المتواصلة للقوات المسلحة وتحرير الإذاعة والتلفزيون. والحمد لله رب العالمين في هذا اليوم التاريخي وبقوة الأمر الكبير والجيش الباسل جيش الشعب وجيش السودان العظيم يحرر لنا مبنى الإذاعة والتلفزيون والنيل الأزرق والمسرح والفنون الشعبية والمصنفات وغناة الخرطوم. الحمد لله، فده يوم تاريخي في تاريخ السودان العظيم، والشعب السوداني حقه أن يفرح ويفرح ويفرح، لأنه هذا عمل كبير جدا. قواتنا المسلحة الباسلة وهي تحرر المبنى العظيم من ذاكرة الأمة. ونحن نستقبل خبر إعادة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى حياتها الطبيعية بعد أن دمرها العدو الغاشم وبعد أن نال منها ما نال. نحن اليوم في شهر رمضان المعظم نحيي جماهير شعبنا ومستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، وهم يستفسرون عن عودة الحياة الطبيعية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والتي استعادت عافيتها اليوم. وحقيقة يعني هذا الانتصار يضاف إلى انتصارات القوات المسلحة في عدد من المواقع المختلفة ضد الميليشيا. الآن نقول إنه الميليشيا انتهت، الميليشيا الإرهابية انتهت تماما. وفي السياق ذاته هنأ المدير التنفيذي لمحلية نهود قوات الشعب المسلحة والشعب السوداني بمناسبة تحرير الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من قبضة ميليشيا الدجل الإرهابية. وقال موسى إن الإذاعة والتلفزيون لهما رمزية وطنية لدى الشعب السوداني كافة، جاء ذلك لدى تفقده مباني الإرسال المحلي واستوديوهات الإرشاد الزراعي برفقة أعضاء لجنة أمن المحلية على خلفية المبادرة الإعلامية التي أطلقها مركز الزاجل للإنتاج الإعلامي والفني بالنهود. هنأ المدير التنفيذي لمحلية نهود موسى علي إبراهيم قوات الشعب المسلحة والشعب السوداني بمناسبة تحرير مباني الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من قبضة ميليشيات الدعم السريع. وقال موسى إن الإذاعة والتلفزيون لهما رمزية وطنية لدى الشعب السوداني كافة، جاء ذلك لدى تفقده مباني الإرسال المحلي واستديوهات الإرشاد الزراعي برفقة لجنة أمن المحلية على خلفية المبادرة التي أطلقها مركز الزاجل للإنتاج الإعلامي والفني بالنهود بعنوان إعلاميون متطوعون من أجل تعظيم الرسالة الإعلامية لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر الأمنية السالبة بمحلية النهود. وبهذه المناسبة نحن أيضا في محلية النهود بصدد التأهيل الإذاعة اللي كانت موجودة في المحلية وكذلك البث المحلي للتلفزيون إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله يرى النور. من جانبه أوضح مدير مركز الزاجل للإنتاج الإعلامي والفني أن هذه المبادرة تهدف إلى إعلاء قيمة الوطن وتزكية روح المواطنة من خلال تقديم رسالة إعلامية قوية وفاعلة من أجل زيادة الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وانعكاسات ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بمحلية نهود. قمنا بمبادرة من أجل تعظيم الرسالة الإعلامية لفرض هيبة الدولة واستقرار الأمن ومحاربة الظواهر السالبة. هذه المبادرة تتمثل في زيادة الرقعة الإعلامية من خلال تشغيل الإذاعة المحلية لمحلية النهود. هذا وقد باركت لجنة أمن المحلية هذه المبادرة وأكدت دعمها حتى ترى النور. أكد المدير التنفيذي لمحلية بحري المكلف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أكد اهتمام محليته بتقديم الخدمات لمواطني المحلية وتقديم المساعدات الإنسانية. وأبان المدير التنفيذي أنه تم توزيع السلة الثالثة بالإضافة للاستعداد لتوزيع السلة الرابعة. هذا وقد هنأ المدير التنفيذي لمحلية بحري القوات الباسلة والمواطنين بالانتصارات الكبيرة لتحرير الإذاعة والتلفزيون
من ميليشيا الدجلو الإرهابية. في إطار الترتيبات الخاصة بشهر رمضان المعظم هنالك توجيهات وإساس بخصوص توزيع سلة رمضان والمواد الإغاثة التي وصلت للولاية، وتم تحديد الأسماء، والآن يمكن لكل المستحقين مراجعة الوحدة نافذة الوحدة في مدرسة العجيز الثانوية حتى يتسنى لهم استلام سلة رمضان والمواد الخاصة بالإغاثة التي وفرها منظمة الغذاء العالمي، ويمكن الرجوع عشان حتى حددنا نحن نتمنى ان نكون يجد كل مواطن حقه في هذه الاغاثه، وسيكون كل ذلك عن طريق الاسبقيه في الاستحقاق. ونحن الان وزعنا السله الثالثه والان في صدر السله الرابعه والخامسه وتتوالى هذه السلال ان شاء الله. انا في الختام اشكر كل الجهات المختصه التي وفرت لنا هذه الاعانات. شهد ممثل حكومة ولاية كسلا دكتور خضر رمضان مدير عام وزارة الإنتاج وممثل قائد الفرقة 11 مشاة العميد ركن أحمد داود شهد تخريج قوات العمل الخاص. وأكد ممثل حكومة ولاية كسلا أن تخريج هذه الدورة النوعية من الشباب المستنفرين يؤكد تطور برامج التدريب والتأهيل رفعا لقدرات المتطوعين وإسنادا للقوات المسلحة في معركة الكرامة. هؤلاء الشباب توشحوا بهذه الملابس السوداء شعارا لهم وإرهابا لأعدائهم، فهم الكابوس الأسود الذي يفتك ويرعب الميليشيا الإرهابية المتمردة، وهم الموت الزؤام الذي يحل بآل دجلو ومن شايعهم من العملاء والخونة. قوات العمل الخاص إضافة نوعية وكمية تم إلحاقها بالقوات المسلحة في قطاع نهر عطبرة هو حلف الجديدة. رسالة للمتمردين الخونة الذين خانوا الوطن، أقول لهم هؤلاء هم الأشاوس الذين سيقتلعونكم من الأرض. قائد قوات العمل الخاص والعدائي بمحليتي حلف الجديدة ونهر عطبرة أشار إلى أن هذه القوات أسندت إليها أعمال ميدانية خاصة تؤديها وتنفذها أثناء المعارك والاشتباكات مع العدو. الآتي: التربية البدنية والجسمانية، القتال في المناطق المبنية وتخليص الرهائن، أنواع الجرانيت ورميها، التفخيخ، القتال المتلاحم والاشتباك بالأيدي وعمل الكمائن وهزمها، الحروب الخاصة في المناطق المبنية، التسلل والإغار على معسكرات العدو، حراسة الشخصية المهمة وتأمينها. قائد المنطقة العسكرية بنهر عطبرة وحلف الجديدة أكد أن دائرة المسؤولية في هذه المناطق تعد مؤمنة تماما بفضل المقاومة الشعبية التي تقف في خط واحد مع القوات المسلحة. تسعين واضحة، حلف برجالة وحلف بناسة، والله ما في زول ثاني يقدر يعلي حلف بوجود الشباب باذن الله. ممثل قائد الفرقة 11 مشاة عميد ركن أحمد داود أشاد بالتدريب النوعي الذي تلقاه أفراد القوات الخاصة والعمل العدائي، وأكد أنهم خير معين للقوات المسلحة في معركة الكرامة. أقول للمتمردين أكن فكرتوا في حدود الفرقة 11 مشاة ما بيجي ياكلكم الافراد او ضباط الصف والجنود والضباط في فرقه 11، ولكن بيقول لكم قوات العمل الخاص. تخريج قوات العمل الخاص والعدائي يمثلون قمه الهرم في تاهيل وتدريب الشباب المستنفرين والمقاومه الشعبيه، فحسم معركه الكرامه بات قاب قوسين او ادنى، وما النصر الا صبر ساعه وقد لاحت بشائره في الافاق. عمر خاطر، تلفزيون السودان، محلية حلف الجديدة، ولاية كسلا. تعهدت اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة بإقليم النيل الأزرق بالمواصلة في فتح معسكرات الكرامة وتجهيز الشباب والقادرين على حمل السلاح لحسم معركة الكرامة. جاء ذلك لدى مخاطبة المستنفرين بقطاع الجنوب بمحافظة الدمازين من الاحتفال بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الله
الوطن القوات المسلحة، صوت تسيد المشهد بقطاع جنوب الدمازين من خلال احتفال اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بإقليم النيل الأزرق بمناسبة تحرير الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان. أهنئ الشعب السوداني بهذا الانتصار الكبير المستحق وتحرير الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني. تأتي هذه التهنئة لأن الإذاعة والتلفزيون هم ضمير الأمة وذاكرة الأمة. إلى ذلك بعث رئيس اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة بعدد من الرسائل أهمها إنهاء التمرد بالبلاد. الانتصار في الإذاعة والتلفزيون يعني الانتصار في أم درمان وتحرير أم درمان وتحرير بحري وتحرير الخرطوم وتحرير الجزيرة وزالنجي ونيالة والجنينة وكل بقعة من بقاع السودان. فيما عبرت مجموعة نشطاء السلام بإقليم النيل الأزرق عن فرحتها بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بعودة صوت هنا أم درمان. تحرير الإذاعة السودانية والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون هو تحرير لصوت الأمة السودانية، صوت الأمة السودانية اللي انعتقت بالأمس بفضل بواسطة قوات الشعب من المسلحة والمستنفرين. تحرير الإذاعة بتأكد إن القوات المسلحة ستمضي من نصر إلى نصر بعد أن مارست مهنية عالية. شعب واحد جيش واحد، شعب واحد جيش واحد. المحافظة على الأمن والاستقرار بالبلاد يتطلب الوقوف خلف القوات المسلحة. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. استقبلت قيادة الفرقة 17 مشاه بسنجة، استقبلت نفرة العاملين بالخدمة المدنية بولاية سنار لإسناد ودعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد ميليشيا الدقلو الإرهابية. في نفرة جديدة أكدت تضامنها مع الجيش، أعلن العاملون بالخدمة المدنية بولاية سنار نفرتهم الكبرى لدعم وإسناد القوات المسلحة، وقدم ديوار الضرائب بالولاية مبلغ 800 مليون جنيه دعما وإسنادا للقوات المسلحة. كما تبرع العاملون بالمؤسسات المختلفة بمرتب يوم لمدة 3 أشهر دعما وإسنادا للقوات المسلحة. نعلن من هذا المنبر بأن العاملون بالخدمة المدنية وكل مؤسسات الدولة في هذه الولاية دعمهم للقوات المسلحة براتب شهر لمدة 3 أشهر دعما للقوات المسلحة وإسنادا لها وإحقاقا للحق وصيانة للعرض والأرض. وحيت القيادة العسكرية بالفرقة 17 مشاة بسنجا تدافع المواطنين وتلاحمهم مع القوات المسلحة لدحر التمرد. يا اخوانا والله احنا ما قادرين نشكر يعني الشلة اعمال ده شيء كثير شديد. احنا ما قادرين نشكر الناس، نقول لهم انتوا والله عملتوا قدر ايه ولا بتعملوا قدر الشيء كثير ده لشنو، لكن جزاء من رب العالمين ما جزاء من احنا. الناس طالما دار النصر اجل القوات المسلحة واجل للشعب السوداني ويتأمن، نقول للجنجاويد والله انتوا الجنجاويد ما خلاص دي نهايتكم. قطاع الطرق المرتزقة المغتصبين مدمرين البلد دي نهايتهم بإذن الله. هنا بدأت الانتصارات في درمان في مدن بكرة تسمع بالناس داخل مدن إن شاء الله. حكومة الولاية وعبر ممثليها أكدت دعمها وإسنادها للقوات المسلحة، وأعلنت تسخير كافة إمكانيات الولاية لدعم الجيش. حقيقة نهدي هذا التماسك وهذا التلاحم في ولاية سنار نهديه إلى سيد القائد العام وإلى القوات المسلحة غاطبة وإلى كل أفراد الشعب السوداني. هذه هي ولاية سنار، هذه هي ولاية التاريخ، هذه هي ولاية المبادرات. تحية لكم أولا وثانيا وثالثا. مبادرة العاملون بالخدمة المدنية بولاية سنار لإسناد القوات المسلحة قابلتها القيادة العسكرية بالولاية
وهي أكثر حماسا لدى حر التمرد. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سمار، مدينة سنجة. قام الأمين العام لحكومة ولاية وسط دارفور المكلف بمهام الوالي بزيارة إلى معسكر الوسعة للتدريب بمدينة كوستي، والاطمئنان على سير تدريب مستنفري وسط دارفور بالفرقة 18 مشاة. وتلقى الوالي المكلف تنويرا من قادة المعسكر على جاهزية القوى المتدربة بعد تلقيها مختلف الجرعات التدريبية وأساليب القتال المختلفة لخوض معركة الكرامة. أكد والي ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوي ناجد، أكد أن ولايته خط أحمر وعصية على كل خائن. جاء ذلك لدى مخاطبته كرنفال تخريج مستنفري ومستنفرات من تقديم القراي بمحلية شندي. ودعا الوالي إلى أهمية استمرار تسيير القوافل للخرطوم حتى استقرار الأوضاع، محيا المقاومة الشعبية المسلحة وقادة الاستنفار الذين قدموا الدعم والإسناد للقوات المسلحة. فيما أشار وزير الشباب والرياضة بالولاية لؤي مصطفى محمد المشرف على معسكرات الكرامة بمحلية شندي، أشار إلى تاريخ من تقدم القراعي وقال إنها قدمت الشهداء والتضحيات في سبيل الزود عن حمى الوطن، مشيدا بالحماس العالي للمستنفرين. ونحن حضرنا تخريجة دربون على حرب المدن، ونفتكر بأنه الزول لما يكون مدرب وجاهز بيخدم، وانتوا براكم شفتوا الحاصل في مدرمان والناس ماشي حس على الخرطوم وعليه بحري، الناس شافت الحاصل تب كده قدام عينا. نحن في ولايتنا دي انا تاني برسل رسالة للمرجفين وللخونة وللمارقين وللمندسين وللماشين مع الحيطة البيبار والحيط، ابدا ابدا ديل ما عندهم مكانة بيناتنا. الناس الماشية مع الحيط دي ما عندهم مكانة بيناتنا. انتم لبيتم نداء القائد العام بأن أتيتم هنا للتدريب وللجهاد وللاستشهاد ولبذل الدماء رخيصة في سبيل الوطن. لكم التحية أبنائي ورجالا ونساء وبناتنا بنات مهيرة، الآن يقفا إلى جانبا إلى جنب مع الرجال يحملنا السلاح يدافعنا عن الوطن. الحمد لله رب العالمين. الآن شندي من كبوشية شمالا وقدو وجبل أم علي حتى البسابير وحجر العسل، كل هذه المنطقة هي الآن تحولت إلى معسكرات تدريب وتخريج ودعم وإسناد لقوات الشعب المسلحة. هنأ قائد المقاومة الشعبية المسلحة بولاية القضارف الفريق شرطة خضر المبارك، هنأ القوات المسلحة بالإنجاز الكبير الذي حققته باسترداد مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، داعيا إلى تماسك الجبهة الداخلية حتى تحقيق النصر المؤزر. سيرت المقاومة الشعبية المسلحة بولاية القضارف مسيرة دعم ومساندة للقوات المسلحة استبشارا وفرحة بتحرير مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والتي أكد فيها جنودنا البواسل أن النصر الكبير آت عما قريب بإذن الله، لتكتمل الفرحة وتعم ربوع الوطن الحبيب. وكان الكافل يرسل خونة كيف نصبح من الصالحين، وكان المسجد المعمور سبح مهجور، بنلبي بروبنا يوم الدين يمين نمرك، خلاوي الفقرة تصبح ملهى للراكسات وللراكسين، ويفتح بار من المقرن لنافق ننزد النيلان يمين، ننزلنا في السودان نعيش تايهين، تياب اخواتنا تشرف نشوف الزلة راي العين، يمين نمرك يجوكم الدعامة تارسين يهدوا مدارس الأطفال ويهدموا خلوة الذاكرين يدفنوا الشهداء في التاريخ كذابين كذابين ويدفنوا الشهداء في التاريخ. هذا الشهر أعز الله جندنا ونصرنا في أم درمان في استعادة الهيئة القومية للشهر. الله أكبر. مقاومة الشعبية المسلحة باحتفال بقواتنا المسلحة. المرأة كانت حاضرة ملبية للنداء تعد الزاد للمقاتلين وتحفظهم، وهي من ورائهم رافعة لواء النصر من أجل حماية الوطن. أنا والجيش وطننا والجيش عرفنا والله أكبر، ويهرم الحين الجبناء أولادنا ضحية للجيش، وما بنخلي
الجيش، الجيش حقنا، الجيش من قامة السودان من زمن التريان، والجيش حارسنا، والجيش حامي اخواتنا، وحامي امهاتنا، وحامي ابهاتنا، وحامي عرضنا. قائد المقاومة الشعبية المسلحة فريق ركن الخضر المبارك قال إننا سندافع عن حمى الوطن بتأهيل المعسكرات وتدريب المستنفرين وإعداد العدة للقادرين على حمل السلاح دعما للقوات المسلحة. ونقول للمرتضى من الجنجويد وغيرهم ومن عملاء الداخل ومن الذين هم الآن نعلم أيا كانوا مكانهم وأيا كان صفوصهم إننا لهم بالمرصاد، وأن شعبنا بهذه المقاومة المسلحة قد وعى الدرس وارتفعت عنده الروح المعنوية توسما للدفاع عن هذه الأرض. هكذا جاءت الفرحة فرحتين، فرحة بشهر رمضان المعظم شهر الانتصارات، وفرحة باستعادة مباني الهيئة العامة لدعوة التلفزيون ليكون النصر المؤزر حليف السودانيين في كل مكان. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. وقف الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف وقف على الترتيبات الأخيرة لحصاد محصول القمح بمحليتي المناجل والقرشي، وأكد والي الجزيرة أهمية نجاح الموسم وأن ولاية الجزيرة تمثل خط الدفاع الأول للأمن الغذائي بالبلاد. مشروع الجزيرة قسم المناجل والي الجزيرة يتفقد محصول القمح والمراحل الأخيرة التي تأتي قبل الحصاد، وهي مراحل الآن هي في اللحظات الأخيرة للحصاد. قام والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد بجولة تفقدية للأسواق العمومية بكل من مدينتي عدبر والدامر، حيث وقف الوالي والوفد المرافق له على عملية انسياب السلع والمواد الاستهلاكية والاستراتيجية في ظل الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الأسواق لتلبية احتياجاتهم اليومية. وجدد الوالي اهتمام حكومة الولاية بقضايا معاش الناس واتخاذ كل ما يمكن أن يساهم في تخفيف حدة الفقر ومعالجة قضايا المواطنين الاجتماعية. التقى والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودعة الله، التقى وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية برئاسة مهندس صالح علي صالح مدير الشركة للتفاكر حول خطة الشركة للعام 2024، سيما أن الولاية من الولايات ذات النشاط التعديني، كما تم التفاكر حول إمكانية استئناف التعدين لما بعد الحرب بالاستفادة من إمكانيات الولاية وما تزخر به من موارد معدنية، مؤكدا أن الشركة على أتم الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب. ذكرنا في خطة التعدين للعام 2024 سيما أن الولاية ولاية تعدينية فيها نشاطات لصناعة التعدين وفيها تعدين لسمو أهلي، فلذلك سمو تفاكرنا يعني مع السيد الوالي في إمكانية استئناف التعدين سنو في المناطق الآمنة وإمكانية استئناف التعدين فيما بعد الحرب. يعني السيد الوالي رحب بخطة الشركة السودانية للعام 2024. ونبقى في ولاية شمال كردفان، حيث أعلنت الأمانة العامة للحج والعمرة بالولاية أعلنت تكلفة حج هذا العام وبدء عمليات التقديم الإلكتروني لحج العام 1445. وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة النور أحمد، أوضح تكلفة حجاج شمال كردفان عبر البحر التي بلغت 5,624,665 وعبر الطيران التي بلغت 6,584,955. وكشف مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية عن حصة الولاية من الحجيج التي بلغت 1,392 حاج وحاجة يتم تفويجهم عبر 29 فوجة، مشيرا إلى أن بداية التفويج ستكون في 15 من ذو القعدة
مستعرضا إجراءات السداد الإلكتروني عبر بنك الخرطوم في 8 من رمضان، كما استعرض الضوابط والشروط المنظمة لأعمال الحج بجانب الضوابط الإدارية. يبدأ من 7 من شهر رمضان اللي هو يوم الأحد، ده التقديم الإلكتروني، وحيستمر حتى يوم 22 رمضان، وهو آخر يوم للتأشيرة. والسداد برضو نفس الحكاية، حيبدأ من 8 رمضان اللي هو يوم الاثنين، حيكون السداد الإلكتروني عبر بنك الخرطوم أو تطبيق بنكك. تكلفة حجاج أو ولاية شمال كردفان هذا العام، وتم عرضها على إخواننا في اللجنة العليا، ومن ثم يعني ملكناه لإخواننا الإعلام الصحفيين في هذا التنوير الصحفي، ونظر الله سبحانه وتعالى يعني يمن على هذه الولاية بالخير والبركات، ويكتب للحجاج هذا العام التوفيق والسداد، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. ومن شمال كردفان إلى غربها، حيث قام الأمين العام لحكومة الولاية صبري يوسف جبارة، قام برفقة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية عبد الرحيم بقادي، والمدير التنفيذي محلية الفولة إبراهيم بخير طه، قاموا بزيارة ميدانية لبعض مصادر المياه داخل مدينة الفولة لبحث معالجة أزمة شح المياه، حيث استمع الوفد لشرح مفصل من المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية المكلف المهندس حماد حميد حول أزمة شح المياه. لكن أنا برأ كمواطن أنه يا أخي في المصادر الخارجية دي لازم يكون في حوض إضافي غير الحوض الداخلي بدومك الكيليك. ليه؟ عشان لأنه حسب الرأي الفني لبعض المهندسين أنه الترمبة لما تكون شغالة في المصادر الخارجية الأرض هناك عالية جدا، فالترمبة ما بتستمر أكثر من شهر شهرين بتتعطل، فينبغي أنه لازم يكون في حوض إضافي خارجي يغذي الحوض الداخلي لكيليك عشان الأزمة تتفكى في الوقت الراهن. يعني إحنا من جانبنا يعني وزعنا كل أي محطة من محطات المدينة، أديناه ستاند باي جنريتر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا يعني يمكن الآن يعني سعينا أنه نضخ الشبكة، شبكة المياه من المصادر، وأزلنا كل العقبات اللي احترضت يعني ضخ المياه من الشبكة، وإن شاء الله يعني بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يتم يعني حل الإشكال حل في فترة وجيزة وغريبة إن شاء الله. نحن زرنا مصادر المياه ووجهنا لمعالجة كل المشاكل التي تحدث في مصادر الموية، ونحن يعني تمت المعالجات، تم شراء عدد من البوابير، بوابير الكهرباء لتغذية مصادر الموية الرئيسية، وكذلك التزمنا بتوفير الوقود والزيوت وتأمين المصادر حتى يتمكن المواطن من شراب موية وتوفير الموية في كل المصادر الموجودة. بهذا نقول أنه نحن عالجنا مشكلة الموية في مدينة الفولة بتوفير البوابير والمولدات التي تم شراءها واستلام الدوانك الموجودة لمستوى المدينة تحت إشراف الهيئة. دشن والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله بمحلية ربك، دشن انطلاقة الحملة الكبرى لمكافحة نواقل الأمراض، وأشاد الخليفة بجهود وزارة الصحة الاتحادية والولائية في ترقية القطاع الصحي بالولاية، وأكد الخليفة دعم حكومته للحملة القومية وتقديم كافة المعينات التي تسهم في تغطية محليات الولاية 9. من جانبه أكد الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية، أكد أن تدشين الحملة يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى مكافحة النواغل بغية تقليل معدلات الإصابة بالأمراض. اليوم ندشن الحملة الكبرى لمكافحة النواغل، وهي حملة قومية وتشترك فيها الولاية بالأتيام الموجودة إضافة إلى الأتيام الاتحادية، ويمكن دي واحدة من ثمرات جهود وزارة الصحة الاتحادية اللي هي دائما بتقوم بعمل كبير في الولايات، ويمكن لأنه نحن في الفترة السابقة دي الناس عانت كثير جدا في كافة المواقع يعني المسألة بتاعت الملاريا، مسألة بتاعت الذباب وما إلى ذلك، كلها هذه يعني عانت منها الولاية في الفترة السابقة. نحن نفتكر أنه هذه الحملة وإن كانت محدودة في بعض المدن
لكن نفتكر انها هي يعني بداية طيبة ان شاء الله. وزارة الصحة بالولاية تستكمل بقية العمل في المدن الاخرى حتى انه يعم يعني الاستفادة من هذه. ويمكن الصحة الاتحادية دعمت هذا المشروع لإيمان الغاطع بأنه مكافحة النواغل بتقلل معدلات الإمراضية. يمكن برضو نحن شاكرين للسيد الوالي حماية رعايته وإشرافه على مكافحة النواغل وبرامج الصحة من محاور مختلفة. دشن ديوان زكاة بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان دشن برنامج شهر رمضان المعظم بكلفة كلية بلغت 66 مليون جنيه. وأكد مدير الزكاة بالمحلية الرشيد السيد أكد أن البرنامج يستهدف الأسر الفقيرة والمتعففة وطلاب الخلاوي بجانب دعم القوات المسلحة والمرابطين في ثقورة. وأشاد بدور مجلس التنسيق الزكوي بالمحلية ودافع الزكاة ودورهم في تخفيف حدة الفقر ومعاناة المواطنين. من جانبه ثمن المدير التنفيذي لمحلية التضامن فيصل مأمون فرج الله ثمن دور ديوان الزكاة بالمحلية في تنفيذ أهم مشروع لدعم المواطنين في ظل الظروف الصعبة وتداعيات الحرب التي تشنها ميليشيا الدجل الإرهابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه تقبل منهم أدائهم لهذا الفرض. وبرضه بنشكر الأجهزة الأمنية بتاعتنا اللي هي مساهرة معانا واللي هي متواجدة معانا وبإمكاناتها البسيطة دي أنه قدروا يجيبوا معنا في الزكاة ومع غيرهم مع كل التحصيل الموجودة في المحلية أنه يحملين الشيء البسيط الجد. دشنت الشركة السودانية للهاتف السيارة زين مشروع دعم إفطارات النازحين في عدد 9 ولايات والذي يستهدف 30,000 مستفيد، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المنظمات والمبادرات الطوعية التي تنشط في دعم النازحين. ويشمل المشروع ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، الشمالية، نهر النيل والخرطوم. ويهدف المشروع إلى إحياء روح التكافل والتراحم وإسناد النازحين بمراكز الإيواء. وقال المهندس هشام مصطفى علام الرئيس التنفيذي للشركة قال إن المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التقليل من أثار الحرب على الأسر السودانية اتساقا مع القيم المؤسسية للشركة، مضيفا أن المشروع هو امتداد لسجل وافر من المبادرات والمساهمات تفاعلا مع قضايا المجتمع السوداني. نهاية عرض أحداث اليوم لهذه الليلة، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. البرهان يزور مسجد برشلونة الكبير وسط ترحاب وحفاوة المصلين. ياسر العطا يشيد بدور المقاومة الشعبية الداعم للقوات المسلحة في معركة الكرامة. جولة كاميرا التلفزيون تعكس عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة أمدرمان. واستمرار حملات المقاومة الشعبية المسلحة بولايات البلاد كافة. بهذا مشاهدينا تكامل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي وفريق العمل، ونسأل الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار والنصر للقوات المسلحة. يبقوا في أمان الله.